إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن هل يمكن تفادي حدوث البلوغ المبكر عند الفتيات؟ راح نتكلم عن هذا الموضوع ونتعمق فيه إن شاء الله. في حال تم التشخيص والملاحظة هذه الأعراض قبل حدوث البلوغ، يمكن عندئذ معالجة الطفل باستئصال الورم الموجود في الدماغ الذي سبب هذا الخلل، ليوقف عملية مثلا الطول أو القصر عند حدوث البلوغ المبكر، وأيضا لمتابعة نمو الطفل جسديا. أيضا من الضروري فحص الطفل بشكل جيد قبل، والتأكد أن هذا بسبب ورم، ممكن يكون خطأ طبي أو شيء مثل كذا. يمكن أيضا يكون يعني ورم غير خبيث غير مؤثر، والسبب شيء آخر. يعني لازم نتأكد قبل أن نسوي أي عملية في الدماغ، لأن الدماغ يعني الخلايا المخية ما حد يقدر يعوض الخلايا هذه. هذا أول شيء، لما تفقد خلايا أو تسبب ضرر للمخ أو أنسجته أو أي شيء ممكن يسبب تلف في المخ، مما يسبب تخلف عقلي أو مضاعفات كثيرة يعني. فأتمنى يعني التأكد قبل واستشارة الطبيب المختص في هذا المجال، وإن شاء الله يعني تمشي الأمور. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.